منذ نهاية السبعينات أواسط الثمانينات أيضا بالضبط إلى حد هذه اللحظة حصلت أحداث كبيرة جدا. أول هذه الأحداث التي تؤثر على المياه هو إنشاء سدود كبيرة ومنشآت سيطرة على المياه أدى إلى تقليل إيرادات المائية الطبيعية. الشيء الثاني أنه عدم الاستقرار السياسي والعسكري والأمني في العراق، يعني هذه 30-40 سنة الأخيرة العراق في سلسلة حروب كبيرة جدا أدى إلى فشل التنمية الاقتصادية، وأيضا تراجعت قضية المياه إلى مؤخر أولويات البلاد في مواجهة تحديات أكثر خطورة وأكثر راهنية من التحدي المائي. الثقافة السائدة، ثقافة المجتمع وثقافة بلدنا المعتمدة على وجود الرافدين